بتفضلي السياسي على البيئه او البيئه على السياسي؟ الحقيقه بدون ما نجمعهم مع بعضهم، يعني اذا خيروك بين انك تكوني امراه سياسيه بامتياز او امراه بيئيه بامتياز. سياسيه لانه بالسياسه في افرض اللي بدي اياه بالبيئه، بينما بالبيئه ما في افرض. خلينا نشوف اول فيديو نحن وياك يا دكتوره. حضرتك ضد تحالف المجتمع المدني مع الاحزاب المعارضه للوصول للبرلمان؟ نعم، انا ما موافقه على انه فرد مره طلعوا احزاب المعارضه على السما، يعني صاروا بالمطهر هسه بدهم وقت يثبت لي، يعني خلال 30 40 سنه كانوا حلفاء المحور اللي انا ما بكون معه ولا بريد كون معه، وسياساتهم وصلتني للفشل. اذا انت ضد انه يكون تحالف المجتمع المدني مع الاحزاب؟ تمام. حتى لو بيساهم بشكل كبير بايصال عدد اكبر منكم الى مجلس؟ نعم، لانه الخبره اثبتت انه هاللي تحالفوا الاضداد اللي تحالفوا مع بعضهم خلال السنوات الماضيه كانوا يدوروا الزوايا لبعضهم وكانوا يمرقوا لبعضهم. مرق لي تمرق لك وصلني توصلك. ليش؟ ليه ما بتستعملون؟ لأنه ضد مبدأنا، نحن عم نحكي بمبدأ الشفافية، نحن عم نحكي بمبدأ المحاسبة، وأنا اللي بدي وصلك وتوصلني أكيد ما راح تعود بدي دور الزوايا معك وبدي مرق لك أشياء كثيرة، وهذا اللي شفناه بكل الأحزاب. أنت بعدت شوي عن الثورة صح؟ لا، ولا يوم أنا كنت، بالعكس أنا كنت مع الثورة، حضرت بالخيم بطرابلس ببيروت بصيدا. بس اليوم بعدك؟ بعدني مع الثورة أنا، لأنه الثورة هي ثورة على الذات، هي ثورة على الوضع القائم، هي ثورة على الفساد، هي ثورة على المنظومة. الثورة بعدها بالقلوب، يمكن وجودها بالشارع ما بقى مثل الأول لأنه اختلفت الاحتياجات الناس واختلف الوضع، يعني ما في أطلب من الثورة تضل سنتين بالشارع مثل إلا انزلي مرة وطلعي، لكن الثورة موجودة وهيدي رح نشوفها بكرا إن الله راد بالانتخابات. يعني قديش الناس اللي بيعملوا إحصاء بيعرفوا قديش في ناس متأملة بالتغيير ومتأملة بمبادئ الثورة. الثورة أهميتها أنها خلتنا نصير عابرين للطوائف. بالثورة ما كان حدا يسأل أنت أي شك كأنك مسلم أو مسيحي، ما كان يسأل أنت من أي منطقة. بس بالثورة كان في حدا عم بيقول ليش عم تقطعوا الطرقات يا زعران على الناس، ليش عم تحرقوا دويليب وضد البيئة، عم تقتلوا العالم، ليش عم يعني كل هودي الكلام اللي نقال. انت وين منه؟ انا بقول الثوره منا بس نقعد نغني موسيقى او ثوره على الواتساب ومجموعات واتساب. الثوره الفرنسويه راح فيها ناس، ما صار ثوره بالعالم بدون دم. نحن اتجهنا نحو الثورة السلمية لأنه نحن جماعة مسالمين بطبيعتنا، لكن ما في لوم أنا الإنسان اللي ما معه يفوت على المستشفى قال له ما تقطع الطريق، المين ما كان أنا بنزل بوقف معه، إلا أنا بدي أمن ممر للحالات الطارئة أنا معه. أنا ياما أيام كون مرأة جاية من عمشيت رايحة على بيروت وقاطعين الطريق انزل وقف معهم. أنا مش ضد قطع الطريق، أنا ضد التكسير، ضد التخريب بالأملاك العامة، ضد حرق الدواليب لأنه عم بتضر أكثر ناس هن الناس الموجودين على الأرض. لكن أنا بتقلي روحي تظاهري قطعي الطريق المسؤول؟ بلا، بتقلي روحي وقفي قدام باب مسؤول أو حطي مسؤول من الريستوران أنا معه. أنت مع؟ أنا مع، لأنه هذا ما له حق ياكل لي حقي، يجوعني، يزلني، يوقفني على الطريق بالبنك. رحت أفتح امبارح حساب بالبنك اللي أنا صار لي 40 سنة زبونته وبيعرفوني، وهذا مش قرار البنك. رحت بده يفتح لي بيقول لي بدي افتح لك حساب، بعطيكي بتحطي انت بالحساب لك حق تسحبي مليون دفعه وحده اربع مرات بالشهر. هذا الحساب الانتخابي انا يعني لي ولا بعطيكي دفتر شيكات، مين بياخذ مني شيك انا مترشحه على الانتخابات؟ انا زلونا كفايه هالطبقه الفاسده وصلتنا. بعتقد ما في حدا بيختلف عليا للحالي، ما بدي ضيع وقتنا بالحلقه مش انت احكي عن فساد هالطبقه. انا مع اني زربها ببيوتها لانها هي مش زربتني ببيوتي، زلتني قدام المستشفى، زلتني اني ما اقدر لاقي دواء. انا بدي اشحد الدواء، مرت حكيم بدي اشحد الدواء من عده فرماشيات اقدر امن دواتي. بشو عملت لي انا هودي؟ اكيد لو ببلاد العالم، لو نحن بدوله الحق، هودي بتتعلق لهم مشانق، مش بس بخليهم انهم ما يروحوا على المطعم ويجخوا ويهربوا دولاراتهم هن، بوقت اللي انا دولاراتي وتعب جوزي
واولادي وانا كل حياتنا تنتمتع فيلم بنصير بعمر معين انه ياخذوا لي الاسورانس في اللي عملتها انا ما بقدر اقبض الا بشيك على البنك انا كيف ما بدي صور يعني انا شخصيا ما بقدر افهم كيف الناس ما بتصور وكل الناس صدقني طوني اللي بحكي معهم انا ان كان بمحيطي العلمي او اقل او اكثر كل الناس عايش الثوره لكن الناس سقمت الناس تعبت الناس زاهده بتقولك كيف بدنا نحن نوصل ضد هالاخطبوط اللي صاروا 40 سنه متحكم فينا بهالمصاري يعني لما الانسان ناطر الخوري يعطيه ربطه خبز شو بدي اقول له هيدا انا بدي اقول له ما تسور بدي اقول له ما تنزل تكسر هيدا ما بقى فرقاني معه هيدا كل عمره ما عنده شيء هي ما بيقدر ايش معنات الحق العام مين حاسس بالحق العام بلبنان مين حاسس انه شطلو مين حاسس انه الاملاك العامه له مين حاسس انه مصرف لبنان حامي شو حاسس شو بقى عنده المواطن تا يخسر تا ما يكون ثورة ويروح على الثورة البشعة اللي ما كنا بنتمناها نحن أنا هالقد مع الثورة.